شكون هم؟ نحكيو في شكون هم اليوم على الرجل الملقب بفتح تونس والقيروان، واحد من أهم القادة العرب. نحكيو على عقبة بن نافع اللي تولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عام من الهجرة. عنده صلة قرابة من ناحية الأم بعمر بن العاص، أبوه هو نافع بن عبد القيس الفهري أحد أشراف أبطال مكة. نشأ عقبة بن نافع في بيئة تبنيت على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، شارك مع الجيش اللي وجهه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لفتح مصر بقيادة عمر بن العاص، اللي عين فيما بعد عقبة والي على برقة نظرا لمهاراته في القتال وشجاعته. كما سعى عقبة بن نافع لدعوة القبائل البربرية للدخول الدين الإسلامي، وأمن غرب الدولة الإسلامية من غزو الروم، وأخمد الفتنة اللي صارت بين المسلمين، وقاد الفتوحات في شمال إفريقيا، وتوغل في الصحراء من خلال حروب شنها على جيش الروم. ثم بنى مدينة القيروان اللي كانت مركز للتقدم الإسلامي في المغرب، بنى فيها زاد مسجد مازال موجود لليوم ومتسمي باسمه جامع عقبة بن نافع، حتى لين عزلوا معاوية عن الحكم بعد 5 سنين. ومرجع الإمارة القيروان كان بعد وفاة معاوية واستلام ابنه يزيد للحكم. رجع للقيروان وخرج بجيش كبير وحارب الروم وطردهم من الساحل الإفريقي وأزاح الخطر اللي كان يهدد في الدولة الإسلامية في المنطقة هذيك. كان العقبة ابن نافع برشا خصال وميزات، فهو مثال في العبادة والأخلاق والورع والشجاعة والحزم، وعنده عقلية عسكرية استراتيجية فذة وقدرة كبيرة على القيادة، الشيء اللي خلى رجاله وأمراء المؤمنين يحبوه. استشهد عقبة ابن نافع بعد غزوته الشمال إفريقيا على يد كسيلة بن لزم وأبو المهاجر في 63 هجري، وخلف استشهاده الأثر الكبير في نفوس كل من عرفه. شكونهم؟